السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا البدر للورقيات في نظام الأنابيب كما تشاهدون الآن. هذه كاسات صراع عن طريق الأنابيب. الوسط المستخدم كما نشاهد في هذا الكوب حجر بركاني لحد هذا المستوى فقط، حجر بركاني لا يوجد له أي خليط آخر. ثم نضع طبقة في الأعلى من البوتينج سول أو البوتموس، بس يحتاج يكون ناعم شوي كما نشاهد هنا. بعد ذلك نضع البذور على سطح الكاس كما تشاهدون، ثم نغطيها بالبوتينج سول مرة أخرى، طبقة خفيفة لتمنع الضوء للنبات حتى يتم استنبات. في الأنبوب الأخير وضعت نبات أو بذور نبات الجرجير كما تشاهدون نفس الطريقة، وبقية الأنابيب بقدونس. هذا النظام يحوي 6 أنابيب كما تشاهدون، جميعها ب بقدونس، نبات البقدونس ما عدا الأنبوب الأسفل هو نبات للجرجير، فقط قليل من البوتينج سول كما تشاهدون الآن. نضعه على الكاس، يتم توزيعه جيدا، ثم نضع البذور. هذه بذور البقدونس وهذه بذور الجرجير. هذا البقدونس بقدونس نوع مصري ممتاز، موجود في محلات شارع السلام بالرياض كما نشاهد الآن بهذه الطريقة. ثم نضع طبقة أخرى من البوتينج سول، طبقة خفيفة تغطي البذور. ثم يتم تشغيل النظام للسقي بالماء فقط بدون إضافة أي محاليل، وبعد الإنبات بثلاثة أيام إلى أربع أيام يتم وضع المحاليل بالتدريج كما تشاهدون الآن. هذا انتهى بالكامل طريقة الزراعة في الأنابيب كما تشاهدون. أي ملاحظات تشاهدونها أو ترونها لا تبخلوا بها. نأمل دعمكم للقناة بالاشتراك وتعزيز ذلك بنشر الفيديو لتعم الفائدة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.